أمنية عندي تطهرني
وتوب اغتسل بالماء عن كل الذنوب قلبي يصفى وكل اساسيرة تذوب اساسيرة تذوب اربعينك مسنا رايدا غير اليوم انتو في ضيافة الحسين خليتوا كل مشاغل الدنيا خليتوا نومة الجمعة وجايين تعزونا على بنية الصغيرة جايين تواسونا على هضيمة على محبوبة على الحنونة رقية يعني دعوتكم مستجابة اطلبوها من الله ما تدرون حتى اللي مسجل ما يدري يوصل كربلا لولا يلا اطلبوا هذا الطلب يا مسبب الأسباب سبب لي زيارة ما أودع إلا ونقبال المنور إذا شوي انشوى قلبك يلا اطلب 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 يا مسبب الأسباب سبب لي زيارة ما أودع إلا ونقبال المنور أسألك يا رزاق يا معطي يا وهاب ارزقني يا ربي كربلاء اوصل بالاحساب وافتح لي يا فتاح صوب الحاير الباب دخلني الحضرة وقلبي بانكسار أوالي على يتيمة الحسين الركب رايد يطلع من كربلاء ويقول لا مالي عين يا عم أسافر والأبو مطروح مالي عين يا عم أسافر دمهلوني ثلاث ساعات أروح أتحنى بالطبرات وتودع من الونات بعد رقية قالت نحرى شوية باشمة بس شوية دمهلوني أبت ودع ويش تتودعين بني ابوش مقطع قالت باخذ قلب المقطع وصدر الوالي المقطع في صدري شويه باب امه عيونها على ذلك الجسد انت تروح كربلاء وترجع ما يطاوق قلبك تتخيل كل تفاصيل المصيبه ما تتحمل اصلا تغامر ما تتخيل كل المصائبها تدخل الحضرة وتطلع بس رقية طالعة ما تقدر تتخيل تشوفهم قاعدين على صدره تقول إلا ثوبك خل ثوبك على الجسد لا تنزعه راسه خلوا راسه على الرمح لا ترفعوا لا ترفعوا أترجاكم أنا بعطيكم الخاتم صنصر لا تقطعوا ما تسمعونا ونتا 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 قبل
العزيزة الحنونة الصغيرة. بس هذا البيت كرمال عيونك مولاي متعني، بس أقرأ هذا البيت وتسامحني تحسب لي إن شاء مجلس مميز على عمتك مولاي. يا فرج الله حين الجثة العطشان نحرها، اجوا عمتك رقية بخدها صدرها. حين الجثة العطشان نحرها، اجوا عمتك رقية بخدها صدرها. بعد سامحني مولاي، رقية على تقول على لسان عمتها وصلنا الشام. يا شام ما ينحمل ريها يا ابويا، يبصر لساني على هوال الشفيت بيها. عساني 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 موسدة بلحظي لطبيت، عساني موسدة بلحظي ولا طبيت قديم موت مجان. أنا يا حسين بلحظي تواري وصلناكم. يلا عليك يا ابو فاضل، وانا جيتو تنزلون. يلا بيدك هذه الروس جبناها ومنكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى يتيمة الحسين وعلى زينب الحسين. السلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم، ثبتنا الله على ولايتكم، كتبنا الله من الفائزين بنصرتكم وبولايتكم وبشفاعتكم. اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين. أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودا دون الحسين، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا شمس الشموس.
أيها المدفون السلام عليك يا مولاي من المسر المرتضى رأي القدر والقضاء. السلام عليك يا مولاي على أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة وعلى ذلك السبع وأبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، السلام عليك يا زين القامة، السلام عليك يا شفيع يوم القيامة، السلام عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أئمة البقيع الحسن بن علي المجتبى وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق. السلام عليك وعلى ساكن البقيع من المؤمنات والمؤمنين، السلام عليك وعلى أم البنين، السلام عليكم جميعا رزقكم الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان وشريك القرآن إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر على يديك، عجل الله لك الفرج وأوسع لك المنهج وجعلنا من أنصارك وأعوانك والدافعين عنك والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومغمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. اللهم عجل له الفرج وعجل فرج المؤمنين على يديك، نفس هم المهمومين فرش كرب المكروبين، فك الأسرى والمعتقلين، رد الغرباء والمهجرين، اشف المرضى والمعلولين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، سيما من أوصانا بالدعاء وسيما الحاضرين والحاضرات. اللهم اقض حوائجهم، يسر امورهم، بلغهم امالهم للدنيا والاخره. من طلب منا الدعاء لطلب الدنيا الهي بيتيمه الحسين، اقر اعينهم وافرح قلوبهم بالذريه الصالحه الطيب. اللهم ارزقنا زياره الحسين عاجلا يا كريم. اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله.
السيدة رقية بنت الحسين، السيدة فاطمة المعصومة، الشاب باسم ابنه بالحاج سلمان، عطية وزوجته الحاج علي أبو خلف وزوجته الحاج علي عبد علي البني وزوجته الحاج عبد الكريم البني وزوجته الحاجة سعدة متروك الحاج حاجة خديجة السموم الحاجة فتحية خليل الحاجة عصمة القصبوي والمرحومين من عائلة البني والشلتوت لهم جميعا نهدي ثواب الفاتح مع الصلوات.